بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم راح أكمل وياكم المحاضرة الثانية اللي معاي في علم الأنسجة، وهي الهيموفويسيس المتعلقة بتكوين كرات الدم الحمراء والبليتليت والليمفوسايت. طبعا هاي المحاضرة راح تكون عبارة عن ميكس ما بين النظري والعملي. محاضرة نوعا ما فيها نوع من الصعوبة، لكن إن شاء الله نبسط لكم المفاهيم والمواضيع ب يعني أبسط ما يمكن. الهيبوبويسيس حقيقة من المواضيع المهمة جدا اللي تتعلق بأساسيات علم يعني علم الدم وتكوين تكوين هذه الخلايا المهمة في عمليات نقل عمليات نقل الغذاء والأكسجين وما متعلق في الخلايا الدفاعية في أجهزة الجسم، بالإضافة إلى البليتليت اللي تلعب دور في عملية إغلاق الجروح وغيرها. طيب، الهيموبويسيس طبعا ما يسمى بالهيماتوبويسيس mature blood cell have a relatively short life span and must be continuously replaced with a new cell from the course of developing during hemopoiesis. طبعا عملية الهيموبويسيس هي عملية زي ما مؤشر باللون الأحمر، هي عملية إبدال أو عملية تجديد كرات الدم الحمراء بصورة مستمرة. ليش؟ لأنه كرات الدم الحمراء عادة شورت لايف ما تكون عادة قليل، قد يصل إلى الشهر تقريبا. لذلك يحتاج الجسم بصورة مستمرة إلى تجديد هذه كرات الدم الحمراء لتكون فعاليتها جدا عالية. عملية الهيموبويسيس عادة ما تتم في مكان واحد، تبدأ من المرحلة الجنينية وتنتهي إلى مرحلة الولادة. شلون؟ في مرحلة مبكرة من الإمبريو these blood cells rise in the yolk sac. في البداية راح تكون في اليولك ساك ميزوديرم من الجنين. لو نجي للعمل للسلايدات العملي هنا راح نلاحظ انه هذا السلايد يوضح لنا الهيموبويسيس بالايرلي امبريو ديفلوبمنت في ثلاث مراحل. هاي مرحلة في ثلاث مراحل، اليورب ساك والهيباتيك فيز والبون مارو فيز. هسه راح نلاحظ هاي منطقة الامبريو في الجنين، راح نلاحظ هنا انه بداية تكوين كرات الدم الحمراء تكون في اليورب ساك. جاي تلاحظوا انه هاي النقاط الحمراء هي مناطق تكوين البلود سيل اليورب ساك فيز. In the second trimester في المرحلة الثانية أو الجزء الثاني من الترايمستر الهيموبويسيس also called hematopoiesis occur primarily in the developing liver. جاي تلاحظون انه الجنين هنا في مرحلة متطورة اكثر من المرحلة الاولى، راح يكون انتاج كرات الدم الحمراء في منطقة الليفر بصورة كبيرة. طيب، اما في الثيرد ترايمستر راح نشوفها هنا with the سيبلين، مع السبلين playing a more minor role. بعدين تنتقل الى skeletal elements began to ossify and bone marrow developing in their medullary cavities. So that in the third trimester marrow of a specific bone become the major hematopoietic organs. معنى انه ثلاث مراحل راح تمر بيها عملية تكوين ال RBC، تبدأ من اليورك ساك وتمر بالليفر عن سبلين الى ان تصل الى مرحلة انتاجها من البون مارو في الثيرد ترايمستر اللي راح يكون ميجر هيموبويتيك اورجانز. بالاضافة الى ذلك راح يستمر بعد عملية الولادة، صار هناك مخطط راح اعرضه لكم حتى يكون واضح امامكم، ثرو تشايلدهود في مرحلة الطفولة and adult life, erythrocyte, granulocyte, monocyte, and platelet continue to form from stem cell located in bone marrow.
وراح يستمر عملية هذه الخلايا كلها، عملية إنتاجها راح يكون من البون مورو. يوكساك، ليفر اند سبلين، بون مورو، هاي في مراحل الثيرد ترايمستر. بعد الجايد لهود راح تستمر ايضا في السكيليتال ايمننت او في الهيكل العظمي، ومناطق محدده في البون مورو للتيبيا ومناطق اللونج بون مثل ما راح نلاحظ لاحقا. هاي هنا ايضا صوره اخرى للهيموفويسيس وتنقلاتها اللي شرحناها الان هسه حاليا. رقم واحد هذا المؤشر في اللون الاصفر، رقم واحد اللي هي بمرحله الفيتال مونث الى حد البير هذا بالالوان. الرقم واحد هو من واحد الى اثنين او اثنين ونص شهر تقريبا يصير باليورك ساك يشاركه. طبعا تستمر يعني هناك لكم مساحات مشتركه بين السبلين والليفر واليورك ساك تنتقل عن طريقها. اذا رقم اثنين هو الليفر والسبلين، رقم ثلاثه وبالنسبه الاكبر اللي هو الدوميننت production of the erythrocyte اللي هو تقريبا من 4 الى نهايه الولاده او third trimester الى المرحله الثالثه. وبعد ذلك المرحله طبعا هاي pre natal، post natal ايضا راح يستمر tibial femur rib stratum او sternum sorry and vertebra راح يستمر عمليه انتاجه من skeletal سيستم او عن طريق الهيكل العظمي. age in year طبعا هنا راح تكون بالاشهر، هنا راح تكون بالسنوات هاي المنطقه يعني ال 10 20 30 40 الى ان توصل لل 70 اللي هي في مرحله البوست نيتال. واضح اعتقد البري نيتال وعندنا البوست نيتال. البري نيتال مثل ما قلنا اليوكساك، الليفر، السبلين، البون مارو في مرحله الامبريو. بعدين بعد الولاده راح يكون البون مورو هو المسؤول عن تكوين كل الخلايا المتعلقه بالبليتليف الار بي سي اند اجرانيولر وجرانيولر لمفوسات. جاي تلاحظون انه الهيكل العظمي صاير احمر كله، كله احمر مع بعض المناطق الصفراء. المناطق الحمراء كلها هو الاكتيف بون مورو، معناته انه الهيكل العظمي كله يعمل بكميات كبيره في انتاج الار بي سي. اما اللون الاصفر هو الانكتيف او اليلو، ما يسمى باليلو بون مورو. طيب نرجع لمحاضرتنا. هنا عندنا فروقات ما بين الستيم سيل او مقدمه عن الهيموبويتيك ستيم سيل وما يسمى بالريجونيتر او بريكورسر سيل. الستيم سيل هي عباره عن بلوري بوتنسيال، بلوري بوتنسيال اللي هي يعني عباره عن خلايا متعدده الوظائف لها القابلية على أنه تنقسم وكذلك تحفز نفسها. ليش يعني هذا طبعا هي الستيم سيل عادة ما تفقد ما تنتهي. ليش؟ لأنه دائما متجددة، سواء عملية رينيو أو ريفرشمنت لها دائما حتى تظل محافظة على البوبيليشن مالتها. Some of their daughter cells for a specific irreversible differentiation cell type and other daughter cells remain as a small pool of slowly division stem cells. بعضها راح يتحول الى خلايا يعني خلايا اخرى متمايزه زين، والبعض الاخر لا راح يبقى هو كما هو محافظ على اصله، اصل الستم سيل. All blood cells arise from single major type pluripotent stem cell in the bone marrow that can give a rise of to all of blood cell type. معنى انه كل كرات دم الحمر راح تنتج من single major type of. طبعا هي بالمناسبه يعني كل لينج اللي راح ناخذها او كل الخطوط اللي راح ناخذها مصدرها واحد، لكن البروجينيتر مالته او البريكورسر مالته راح يختلف. يعني الستيم سيل راح تعطينا خليه واحده، هاي الخليه الواحده هي لها خصائص معينه، وهذه الخصائص راح تستمر الى ان تنطينا بعد الى ان تنقسم عده انقسامات وتنطينا خليه محدده. لذلك البلاد سيل راح تطلع من سنجل ماجور
type of pleuropoietin stem cell in the bone marrow that can give a rise all the blood cell type. كل انواع الكريات دم الحمر. These pluripotent stem cells are potentially committed to produce specific blood cell. كذلك one for lymphoid cell, lymphocyte and another of myelocyte وغيرها من الخلايا. Myeloid cell include granulocyte. طبعا هنا المايلويد طبعا مثل ما قلنا لكم مثال التقسيم راح اراوي لكم اياه انه المايلويد سيل راح تتضمن granulocyte, monocyte and erythrocyte and megakaryocyte. بينما the lymphoid progenitor cell migrate from the bone marrow to the thymus to or the lymph node, spleen and another lymphoid structure where they proliferate and differentiate. بمعنى انه المايلويد سيل ايش راح تحتوي؟ تحتوي على الجرانيولوسايت والمونوس. جرانيولوسايت بين واحد مونوسايت اللي هي الماكروفاج في الانسجه والاريثروسايت اللي هي كرات الدم الحمر والماكروكاريوسايت اللي تنطيل البليتليت. الليمفويد بروجينيتر سيل مايجريت from the bone marrow الى الثايموس or the لسه راح نشوف شو نهاية يعني في بصورة دقيقة متعلقة بالليمفويد سيل وغيرها. طيب البروجينيتور بريكورسر سيل ناخذ لكم هذا المخطط ونشوف هنا عندنا هذا المخطط. المالتيبل بوتنت او البلوروبوتنت ستيم سيل راح تنطينا الهاي البروجينيتر الليمفويد مثل ما قلنا لكم الليمفويد والمايلويد. الليمفويد راح يصير لها ديفرنشيشن ماتوريشن ديفرنشيشن الى بلازما سيل تي لينفوسايد والناشونال كيلر سيل بالاضافه للبلازما سيل او البي لينفوسايد. بينما المايلويد بروجينيتر ايضا راح تنطينا بريكورسرز. هاي بروجينيتر راح تعطينا ايضا بريكورسر اخرى اللي هي الميكاكاريوسايت المتعلقه بالبليتليت والريتيكولوسايت الريد بلد سيل بالاضافه الى المايلويد اللي هي الاجرينو او الجرانيولو مايلوبلاست راح تنطينا ايضا تتمايز وتنطينا للجرانيولو سايت تتمايز وتؤدي الى انتاج الجرانيولو سايت. البروجينيتر او البريكورسر. البروجينيتر هي الاجداد خلينا نقول هي تسمى ما معناته انه بالاجداد. البريكورسر هي الامهات يعني صراحة نلاحظ الفرق بيناتهم. البروجينيتر سيل فور بلاد سيل ار كومنلي كولد كولوني فورمينج يونت هي الانسال ما معناته المكونه الوحدات المكونه للانسال البروجينيتر بيكوز ذي جيف رايز كولونيز فور اونلي وان سيل تايب. المعنى اللي هي راح تنطينا only one cell type when cultured or inject into the spleen. إذن البروجينيتر هي الخلايا المولدة للأنسال. طيب إذن إيش عندنا كم نوع من البروجينيتر؟ عندنا أربع أنواع. النوع الأول المولد لل RBC. النوع الثاني للثرومبوسايت اللي هي البليتليت الجرانيولوسايت المونوسايت وجماعته والليمفويد لينج. طيب الليمفوسايت يعني H progenitor cell اللي هي المولدة H progenitor cell lineage produced precursor cell راح تعطينا اللي هي البلاست يعني اللي راح تبدي في عملية البناء that gradually assume the morphological characteristic of the mature functional cell type they will be become. بمعنى انه هاي البلاست راح تكون تقريبا محددة ب morphological characteristic of the يعني في خصائص معينة وبوظائف معينة ولكن بالمقابل الستيم and the progenitor cell cannot be morphologically distinguished and simply resemble large lymphocyte. معنى انه مثلا لو نلاحظ هذا المخطط جاي تشوفون انه هذا البروجينيتر وهذا الستيم سيل هذا البروجينيتر وهذه الستيم سيل تقريبا متشابهه ما نقدر نميزها يعني عاده
لكن من ننزل الى البروكورسور لا راح تختلف من ناحيه النواه، من ناحيه حجم الخليه. ايضا شوف هنا الميكروكاريوسايت راح تكون شكلها مختلف تماما عن البريكورسر والمايلوبوتين ستيم سيل. وبالنتيجه هذه الخلايا راح يكون شكلها مشابه لللمفوسايت تقريبا، يعني الليمفوسايت تحتوي على نواه كبيره تكون اوفويد وغيرها من المميزات، هذا ما نقصد به هنا. طيب while stem cell divided إلى الليمفوسايت، هنا عندنا الستيم سيل راح تنقسم at rate only sufficient to maintain relatively small population. هنا عملية الانقسام بالنسبة للستيم سيل هذه راح تكون محددة أو كافية فقط حتى تحافظ على small population مالتها، بينما البروجينيتر هنا الاختلاف راح يكون عن البروجينيتر، والكورسر سيل راح تمر بعدة انقسامات سريعة producing large number of the differentiated and mature cell حسب وظيفتها مثل ما لاحظنا. إذا من ناحية الشكل والتمايز ما بين البروجينيتر والستيم سيل هي راح تكون نفس الشيء من ناحية انه تشبه الليمفوسايت، ولكن من ناحية الانقسام لا راح تكون البروجينيتر والكورسال سيل تستمر في عدة انقسامات لإعطاء ذات كميات كبيرة من الديفرنشيتد اند ماتشور سيل. طيب أعتقد واضح إن شاء الله. طيب الهيموبوليسيس أيضا يعتمد على مايكرو انفيرومنت وذ ذا سبيسيفيك اندوكراين باركراين اند اكستراكراين فاكتور. هاي الفاكتورات هي عبارة عن فاكتورات نمو مثل السايتوكينز، يعني عندنا العديد، ما معناتها انه راح اكو سيجنال راح تخرج من بعض يعني من بعض الخلايا حتى تسوي عمليه تحفيز الى الخلايا الاخرى لعمليه التكاثر او لنفسها، مثل الاوتوكراين مثلا فرضا يصير عندنا سيلف انديوس سيجنال تحفيز نفسه، ديكستراكراين معناته هذا طبعا عملية ارتباط مباشر ما بين الخلايا، يعني attach within through the receptors، يعني خلية مع خلية بدون سيتوكينات أو عملية chemical attraction أو stimulation. جكستراكراين هذا يسمى جكستراكراين، أو الإندوكراين عملية إفراز لبعض السيتوكينات أو الكيميكال ماتيريالز حتى تحفز لنا بعض الخلايا للنمو. إذن هي عبارة عن عوامل للنمو مثل السيتوكينات او الاندوكينات. طبعا هذا طبعا قد يكون لوكالي وقد يكون لا اكسترا سيلولار ماتريكس اوف ذا هيموتيك اورجان which together create a micro environment which stem cell are maintain and progenitor cell development. اذا هذا مثل ما قلنا الفاكتورات، اما حتى تحافظ الستيم سيلز على البوبيليشن مالتها او عمليه تحفيز او ديفلوبمنت للبروجينيتر سيل ديفلوب. الهيموبويتيك جروث فاكتور قد ايضا تسمى بالكولين ستيميليشن فاكتور او سايتوكينز، مثل ما قلنا لكم انه هاي سايتوكينات هي عباره عن جلايكوبروتين بروتينات او سكرات بروتينيه مع البروتين ذات ستيميليت بروليفريشن عمليه توالد of progenitor and precursor cell and promote cell differentiation and maturation within specific lineage. ما قلنا لكم عملية إنتاج لبعض الخلايا متطورة ومتمايزة وناضجة within specific lineage في نفس النسل. في نفس النسل. طيب. إذا هنا نتعرفنا نرجع شوية نسوي فد خلاصة عن ما حكينا. حكينا عن الهيموبويسيس وعرفنا الهيموبويسيس هو شنو هو وأماكن تواجدها اليورك ساك ليفر بون مورو. جينا المن إلى الهيموبويسيس ستيم سيل وعرفنا ايش راح يطلع لنا أو أنواع الستيم سيل وش راح تنطينا البليروبويتنت الليمفويد والمايلويد نوعيتين من عندها البليروبويتنت ستيم سيل نوع المايلويد يسمى المايلويد والنوع الليمفويد مثل ما شرحنا لكم بالمخطط. كذلك انواع البروجينيتر وانواعها او ما تسمى بالكولوني فورمينج يونتس
اللي هي هاي البروجينيتر، وعندنا اربع انواع من عندها، وقارنا ما بين البروجينيتر والبريكورسر والستيم سيل. طيب وهنا هاي العوامل المؤثرة على الهيموفويسز وكيفية تأثيرها في نفس السبيسيفيك لينيج، في نفس السبيسيفيك لينيج. نجي إلى البون مورو، وشنو هو البون مورو وشنو فائدته وشنو أنواعه. البون مورو مثل ما تعرفون هو نخاع العظم. في حالات الطبيعية الإنتاج الدم راح يكون حسب يعني حسب احتياج الجسم، ولكن في بعض الأحيان راح يزداد increasing in the activity several fold of very short time. قد يزداد خلال يعني قد يزداد بعدة مرات في يعني ضاعف إنتاجه في فترة قليلة. تواجد البون مورو وين راح يكون؟ راح يكون في الميدولري كانال of long bone and in the small cavity of cancellous bone. هنا أنا هذا راح نلاحظه. هذا المخطط الصور واضح لكم. هذا المخطط هو يمثل لنا المادولر كافيتي، واليلو يعني البون مورو بالفاوند انه مادولر كانال اند لونج بون كافيتيز اوف ذا كانسيلاس بون. الرؤوس رؤوس العظام الابيفيسز، وهذا الكانال اللي هي بالمنتصف المؤشر ما يظهر عندنا بال المقدر هذه، فهنا أنا راح يبين عندنا هذه الابيفيسز، عندنا المودولري كانال اوف ذا لونج بون، هذا لونج بون هذا المودولري كافيتي او كانال اللي يتواجد بها نخاع العظم. بالاطراف هنا عندنا الريد بون مورو، هنا عندنا السبونجي بون ماشي، اليلو مورو هنا اللي هو يكون عادة يكون غير فعال، بينما هنا يكون فعال بالريد بون مورو. وهنا عندنا الكومباكت بان، هذا طبعا يعني تشريح بسيط عن العظم. فهنا يتواجد البون مورو، بعدين راح يتطور الى ريد بون مورو. كانسيلوس بون within two types based on their appearance at gross examination. عندنا نوعيتين من البون مورو حسب ظهوره. عندنا الريد بون مورو اللي هو راح يكون هنا اكتف اكتف، مكون للبلود فورمينج بروديوس اباندنس اوف ذا بلود اند هيموفويتيك سيل. اذا هنا هو المكون للهيموفويتيك سيل. واليلو بون مورو اللي هو راح يكون ان اكتف ومتلي بالديبوسايت، الديبوسايت اكسكلود موست هيماتو هيموفويتيك سيل اللي هو راح يكون عادة ممتلئ بالأديبوسايت. طيب in the newborn all bone marrow is red and active in blood cell production. بالنيوبورن قلنا مثل ما وضحنا لكم بالصورة السابقة، مثل ما جاي يشوفون هنا شوف هذا النيوبورن راح يكون ممتلئ بالدم، بينما بالأدلت لا، راح يكون بعض المكانات يعني رؤوس العظام هي راح تكون الريد، وبقية الجسم هنا عندنا الريبس، هنا عندنا السكولز وغيرها من التفاصيل راح تكون من يعني ممتلية باللون الأحمر اللي هي مناطق توليد الهيموفويسيس. طيب but in the child's growth most of the marrow changes gradually to the yellow variety under certain conditions such as severe bleeding or hypoxia yellow bone marrow reverts to red. طيب red bone marrow contains شو يتكون من هذا red bone marrow من يتكون؟ يعني شنو مكوناته؟ عندنا ثلاث مكونات اللي هي reticular connective tissue stroma او ما يسمى بالستروما. الثاني هيموفويتيك كورد او ما يسمى بالايسلاند اوف سيل، والساينوسويدال كابيلاريز. الريتيكولار كونكتيف تيشو او ستروما اللي هي طبعا هي عباره عن مش وورك يعني شبكه من السبيشاليزد فايبروبلاستيك سيل كل سترومال سيل، او ما يسمى بالادفنتيشال سيل، القواعد يعني القاعده اللي تبتني عليها
الضامة لبقية الأنسجة. And dedicate web of reticular fiber. كذلك شبكة دقيقة من الأنسجة أو الألياف الشبكية اللي تدعمنا الهيموكوتيك سيل اند ماكروفيج. إذا هي ما يسمى، شلون احنا عندنا الحصيرة خلينا نقول اللي تبتني عليها بقية الأنسجة أو بقية المواد. إذا هي عبارة عن شبكة متخصصة من الفايبروبلاستيك سيل تسمى بالستروما أو ما يسمى بالريتيكولار أو ادفنتيشيال سيل. طيب الهيموكوتيك كورد أو الايسلاند اوف سيل اللي هي جزر الخلايا بالإضافة إلى الجيوب جيوب الكابيلاريز الأوردة أو الشعيرات الدموية. هذا وين راح نلقاها؟ بين الهيموفايتيك كورد، ما بين الهيموفايتيك كورد أكو عندنا شنو جيوب which have discontinuous endothelium اللي راح تحتوي على، هذه الجيوب تحتوي على طلائي متقطع through which newly differentiated blood cell اللي راح يعني من خلالها راح الخلايا البلد سيل والبليتليت الجديدة راح يعني تدخل إلى السيركوليشن. Red marrow is also site where older defective erythrocyte undergo phagocytosis by the macrophage. كذلك هذا المكان بالنسبة للبون مارو أو الريد بون مارو راح يكون مكان لمقابر أو لعملية التخلص من الخلايا القديمة والخلايا التي تعاني من نقول تشوهات وغيرها بواسطة عملية الفاجوسيتوسيس بواسطة الماكروفيج which then repress the hemobound iron from delivery to the differentiating erythrocyte. لكن مع ذلك الخلايا صح اللي هي خلينا نقول تعاني من انحرافات او تعاني من تشوهات او القديمه راح تستفاد من يعني عمليه الماكروفاج او عمليه الفاجوسيتوسيس راح تستفاد من عندها كعمليه تخلص او الاستفاده من الايرون وتعيدها مره اخرى الى تكوين اريثروسايت جديده. طيب خلي شوي نرجع الى سلايداتنا هنا، خلي شوي نعرف لكم الهيموبويتيك سيل. عندنا البليروبويتين سيل مثل ما قلنا متعددة الوظائف اللي هي غير متمايزه، بروجينيتر سيل اللي قلنا كولوني فورمينج يونت، والبريكورسر اللي هي البانيه اللي راح تنطينا راح تتمايز الى الخلايا الاخرى اللي هي الدوتر سيل. هاي كل وحده ومعناتها قلنا هنا اكو هنا تشابه بين ما بين الستيم سيل والبروجينيتر سيل اللي تشبه الليمفويد سيل، لكن الكورسر راح تختلف وتعطينا اشكال اخرى متمايزه. هنا ايضا سيل رينيوول، هنا عمليه السيل رينيوول جاي تلاحظوها، يعني انه هاي الخليه الستيم سيل بالاضافه الى عمليه البروليفريشن والديفرنشيشن بالاضافه الى الماتوريشن اللي هذا اللينج، هذا الكوليني فورمينج سيل، هذا اللينج، هذا الانسان بعدين راح تتفرع الى انسانها الاخرى. ايضا هنا عندنا سيلف رينيوال للستيم سيل الهيموبويتيك ستيم سيل. وهنا عندنا النتائج مالت يعني خلينا نقول الاوت كم لهذه الستيم سيل. الستيم سيل مثل ما جاي تلاحظون انه تنقسم بصوره متمايزه بصوره متساويه متشابهه تماما، لكن في حالات لما توصل الى مرحله هنسميها هذه البريكورسر لا هنا راح تكون مختلفه عن البروجينيتور. طيب هنا ايضا قلنا عمليه تمايز بالنسبه للمايلويد كولوني فورمينج يونت والليمفويد كولوني فورمينج يونت. المايلويد قلنا اريثرويد متعلقه بال ار بي سي، الثرومبوسايت متعلقه بالميجا كاريوسايت والبليتليت، والجرانيولوسايت اللي هي
خلايا البيزوفيل نيتروفيل اند ايزروفيل. الليمفويد هنا ايضا متعلقه بالتي والبي لمفوسايت. المايلويد مثل ما قلنا لكم تنقسم الى البلاد ستيم سيل، الى الليمفويد ستيم سيل والمايلويد ستيم سيل، هاي متكرره عندنا جاي تتكرر. طيب نرجع الى محاضرتنا. نجي الى اول خليه اللي هي الاريثروسايت. ماتوريشن اوف اريثروسايت، كيف تتكون الاريثروسايت؟ طبعا بها نوعا ما شويه اطاله لكن نحاول انه نلخص لكم اياها. A mature cell is one of that has differentiated to the stage can be carry out its cell specific function. الإريثروسايت نبدأ من هنا. Maturation is an example to terminal cell differentiation involving hemoglobin synthesis and formation of small. هنا عندنا الإريثروسايت اللي هي الإريثروسايت هي ما معناته انه يتعلق بالسطر الأول، هي نتاج الماتور سيل اللي هي متمايزة في مراحل مبكرة، يعني نبدي من مثل ما قلنا نبدي من الستيم سيل او الهيموبويتيك ستيم سيل الى ان تنطينا هذا الاريثروسايت. الاريثروسايت هي الماتوريشن، ونوع من انواع المثال للماتوريشن اوف تيرمينال سيل ديفرنشيشن متضمنة الهيموغلوبين، يعني بالاضافة للماتوريشن نضجها كذلك هي متمايزة الى وظيفتها المتضمنه عمليه وجود الهيموغلوبين سينثيسيس اند فورميشن اوف ا سمول نون نيوكليتد بايوكونكيف كوربسلز. هاي شنو جاي يوصف لنا؟ هذا جاي يوصف الاريثروسايت تحتوي على الهيموغلوبين مكونه لكريات او لاجسام صغيره غير منوع، لا تحتوي على نواة بايو كونكيف مقعرة الوجهين. طيب several mature changes take place during erythropoiesis. طبعا كل اللي راح نحكي هو عملية تغاير، يعني تبدأ عملية اختلاف او تغاير من بداية تكوينها الى، يعني راح تطرأ مجموعة من التغيرات او مجموعة من التغيرات على هذه الخلايا. هنا عندنا الخلية and nuclear volume راح يقل، cell and nuclear volume decrease while the nuclei diminish in size and disappear. الخلية هنا راح يصير لها shrinkage، diminish يعني shrinkage انخفاض in size في الحجم and disappear وبالنتيجة راح تختفي. طيب الكروماتين density راح هنا راح يزداد until the nucleus presents biokinetic biconic appearance and it's finally excluded from the cell. هاي يحكي عن من؟ يحكي عن النيوكليوس. الكروماتين density راح يزداد هنا حتى انه النيوكليوس بريزنت ك يعني شكل ايش؟ شكل ما يسمى بالما اعرف هذا الحنطه او شيء من يعني في شكل مطحون، شكل مطحون and بالنتيجه finally راح تخرج من الخليه. اعتقد هنا اكو عندنا فد مخطط. هذه الخلية هنا راح تخرج هاي ما يسمى بالبايوكونتيك نوكليوس ريتيكولوسايت كاتريديت. هنا هاي الخلية راح تخرج نيوكليوس اجكتد، راح يصير لها اجكتد من داخل الخلية وتكون بالنتيجة الـ RBC without nucleus. There is gradually decrease in number of polyribosome أو بيزوفيليا. هنا أنا راح يكون صبغها أو شكل السيتوبلازم مالتها عبارة عن بيزوفيليا مثل ما جاي تلاحظون. بيزوفيليا في البداية يعني لونها مائل إلى الزرقاء أو البنفسجية. ماشي يعني gradual decrease in the number of the polyribosomal أو ما يسمى بالبيزوفيليا with a stimulus increase in the amount of the hemoglobin. هنا راح يزداد في بالإضافة إلى قلة بالبيزوفيليا راح تزداد هنا كميات الهيموغلوبين high eosinophilic protein mitochondria and other organelles gradually disappear.
خلينا نرجع لإذا هاي لأنه بتصور ما واضحة. الكروماتين قلنا هنا الخلية النواة هنا راح تصير لها إيجكت، بالإضافة هنا كذلك أكو there is a gradually decrease in the number of the polyribosome، معناته أنه راح يصير عندنا بيزوفيليا with a stimulus عملية تحفيز إلى زيادة كميات الهيموغلوبين المصنعة، كذلك الميتوكوندريا وبعض العضيات الأخرى راح يصير لها يعني أنه راح تختفي. There are 3 to 5 intervening cell there are 3 to 5 intervening cell divisions between the pre-erythroblast and the mature erythrocyte. يعني ما من بداية البري إرثروبلاست إلى الماتور سيل، مثل ما راح نلاحظ 1 2 3 4 5 تقريبا، خمس انقسامات من البري إرثروسايت إرثروبلاست إلى أن نوصل إلى الماتور إرثروسايت، تقريبا 5 انقسامات مثل ما لاحظنا between إلى أن نصل إلى الماتور. The development of an erythrocyte from its first recognized progenitor cell to the release of reticulocytes into the blood takes approximately، هاي العملية تطور تقريبا ما يقارب ال 1 week، عملية توليدها إلى عملية إنتاج develop erythrocyte عملية recognized progenitor cell راح تولد تقريبا راح تحتاج الى 1 ويك حتى تتم عمليه انتاج الاريثروسايت. الجلايكوبروتين او ما يسمى الجلايكوبروتين اللي هو الاريثروبويتين، هذا هو شنو؟ A growth factor produced by the cell in the kidney. هذا شو يسوي لنا؟ stimulate the production of mRNA for globin اللي نحتاجه في عمليه اللي هو بروتين اللي نحتاجه في انتاج الهيموغلوبين. And is essential for the production of erythrocyte. اذا يدخل ايضا على الخط الجلايكوبروتين اللي هو الإرثروبويتين اللي هو مهم في اللي راح ينتج لنا في الكدني لانتاج لإعطاء يعني للخلايا لإنتاج الـ mRNA للجلوبين اللي هو مهم في إنتاج عندنا. طيب عندنا الـ distinct progenitor cell for erythroid serious in the pro erythroblast a large cell with the lossy chromatin nucleoid and basophil cytoplasm. يعني هاي العبارة انه عندنا البرو erythroblast متعددة، يعني خطوات متعددة البري erythroblast برو erythroblast مثل ما جاي تلاحظون ان خطوات متعددة ترافقها هذه التغيرات بالكروماتين بالنيوكلياي بيزوفيليك سايتوبلازم الى ان نصل للنكست ستيج ريبريزنت باي ذا بيزوفيليك اريثروبلاست. هذا البيزوفيليك اريثروبلاست اللي هي المرحله الثانيه، طبعا هنا راح هناك عمليه تمايز الى ان مثل ما شرحنا لكم الى ان تخرج كريات النيوكلياي with more strongly basophilic cytoplasm and condensed nucleus with no visible nucleus. The basophilia of these two cell types is caused by the large number of the polysomes synthesis hemoglobin. Basophilia of these two cell types is caused by the large number of polysomes synthesis hemoglobin. يعني هذه الخلايا اللي هي البرو إريثروبلاست والبيزوفيليك إريثروبلاست أعطيت هذه الأسماء نتيجة لزيادة في كميات البوليسومز synthesis hemoglobin، راح يعني راح يحل الهيموغلوبين بكميات كبيرة
داخل هذه كريات دم الحمور حتى ينطينا هذا الشكل او هذا اللون. يعني هنا راح يصير عندنا البيزوفيليا of these two cell type ناتجه من البوليسوم synthesis hemoglobin. During the next stage, cell volume is reduced أو reduced. Polysome decrease راح يقل and some cytoplasm area began to be filled with the hemoglobin. فكل السيتوبلازم أو بعض العفو من السيتوبلازم area began to filled with the hemoglobin, producing regions of both basophilia and acidophilia in the cell. بمعنى انه راح يكون شنو now called polychromatophilic erythroblast. بما انه عندنا بيزوفيليا والايزينوفيليا في نفس الوقت اذا هنا راح يكون متعدد الصبغيات erythroblast polychromatophilic erythroblast. يعني عندنا صبغتين متواجده ولم تخ... يعني ما اختفت وحده من عندهن الى ان تتمايز وتصير يعني بشكل واحد. Then, in the next step, or in the next stage, the cell and nuclear volume continues to condense. راح nucleus volume, the cell and nuclear volume continue to condense and no basophilia is evident. يعني معناته انه البيزوفيليا هنا راح تختفي والنيوكليوس هنا راح يكون مكثفة متكثفة. البيزوفيليا هنا راح تختفي resulting in a uniformly acidophilic cytoplasm. راح يتحول الى acidophilic cytoplasm. The orthochromatophilic erythroblast also called a normal blast. راح توصل الى ما يسمى بالorthochromatophilic erythroblast. هذه الorthochromatophilic بعد 30 ساعة تقريبا راح تحول شكلها الى هذا النوع. طبعا هنا الخلية راح تصغر كل ما جاي لها انه كل ما تتقدم بالديفرنشيشن راح يصير لها الحجم مالت الخلية وحجم النواة يصغر وكذلك اللون مالتها راح يتحول من البيزوفيليا الى الاسيدوفيليا تسمى ايضا بالنورمو بلاست. Late in the stage this cell ejects its nucleus which is then phagocytosed by the macrophage. إذا هنا في المرحلة الأخيرة النيوكليوس الخلية راح يعني تطرد أو تصير excluded للنيوكليوس وتأخذ بواسطة macrophage. The cell still has a small number of polyribosome راح تحافظ على كميات قليلة من الريبوسوم that form plenty of stain reticulum and the cell filled reticulocyte. طيب reticulocyte pass to the circulation اللي هي 1% of red blood cell. الخلايا الشبكية اللي هي نقول تقريبا المرحلة الأخيرة قبل إنتاج ال red cell quickly lose the polysomes and mature as erythrocyte. يعني أثناء دخولها إلى هذا reticulocyte وبالنتيجة راح تنطينا هذا الإيروثروسايت واضح في داخل الكابيلاري. إذن reticulocyte pass to the circulation راح تمر إلى circulation where they may be constitute تكون تقريبا 1% من ال red blood cells quickly lose the polyribosomes اللي هي قلنا المتعلقة بالبيزوفيليا and mature as erythrocyte وتتحول إلى mature erythrocyte كرات دم حمراء مو ناضجة عفوا ناضجة. إذا مخططنا هذا هو كلش واضح. يعني هذا الشرح تقريبا خاف يعني مو واضح كل ما هنالك إنه هذه الخلايا راح تمر بخطوات متعددة للماتوريشن والديفرنشيشن. الخلايا هنا راح التغيرات اللي راح تصير بالبيزوفيليك او الاسيدوفيليك بالنسبه للون واحجام النواه والخلايا هذا كل ما هنالك بالموضوع. تشينج كلر بالاضافه الى سايز بالاضافه راح يصير الى اجكت للنيوكليوس وبالنتيجه راح تنطينا الارثرو سايز. هاي العمليه كلها تقريبا ما يقارب
يعني من 20 ساعة إلى 30 داي أو 3 أيام تقريبا، يعني إلى أن تصل إلى هذه المرحلة. طيب ماتوريشن اوف جرانولوسايت، الجرانولوسايت مثل ما تعرفون اللي هي البيزوفيل وال الزينوفيل والنيتروفيل. هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا تشينجز بالسيتوبلازم جيمونيت باي سينثيز اوف بروتين فور ذا ازوروفيليك جرانولز. الازوروفيليك جرانولز وعندنا سبيسيفيك جرانولز. الازوروفيليك جرانيولز موجودة في كل الخلايا او ما تسمى باللايسوزايم او الهيدروليسيز لايسوزايم صراحة نشوفها، بينما السبيسيفيك جرانيولز لا، هي مخصصة لكل خلية، مثلا الماس او مثلا البيزوفيل تحتوي مثلا على الهيبارين مثلا متميزة، الايزينوفيل مثلا تحتوي على متعلقات الهستامين وغيرها، هذا ما يسمى بالسبيسيفيك جرانيولز، بينما الازوروفيليك لا، موجودة في كل الخلايا موحدة، ماكو خلاف واحدة عن الأخرى. هذا البروت these proteins are produced in the rough endothelial reticulum and the prominent collagen apparatus in two successive stages، في يعني في مراحل متتالية two successive stages. Made initially are xerophilic granules which contain مثل ما قلنا لايسوزايم او هيدروليسيز stain with basic dyes صبغات قاعدية and are basically similar in the three types of granulocytes. ثلاث انواع من الجرانولوسايت اللي حكيناها. Collagen activity then changes to the produce بروتين فور ذا سبيسيفيك جرانيولز، كذلك يساهم الكولوجي في انتاج هذه البروتينات السبيسيفيك جرانيولز اللي هو راح يحتوي على ديفر ان ايتش ذا ثري تايب اوف جرانيولز. مثل ما قلنا هاي السبيسيفيك جرانيولز تحتوي على مواد متخصصه لكل خليه، يعني كل خليه مثلا الماس سيال تحتوي على السبيسيفيك جرانيولز مختلفه عن السبيسيفيك جرانيولز بالايزينوفيل او النيتروفيل. وكونتين ديفر ان ايتش اوف ثري تايب جرانيولوسايد اند اندو ايج تايب within the certain differentiated properties، وبالنتيجه راح تنطينا خصائص مميزه ومختلفه عن الاخرى. In section of bone marrow cord of granulo of granulopoietic cell can be distinguished from erythropoietic cord by their granulophilic cytoplasm. The myeloblast is the most immature recognizable cell in myeloid series. مثل ما قلنا المايلوبلاست مثل ما قلنا في هذا المخطط هذا المايلوبلاست راح تعطينا مايلوبلاست راح تعطينا يعني هذا الثلاث انواع نيتروفيل مونوسايت مونوسايت واحدة من هذين، لكن الجرانيولوسايت اللي هي النيتروفيل بيزوفيل والإيزينوفيل. The most immature recognizable cell in the myeloid series اللي هي ساحكين عنها. Typically these have finally dispersed كروماتين، يعني راح تحتوي على مادة صبغية بالإضافة إلى النيكولياي. In the next stage pro myelocyte is characterized by the basophilic cytoplasm and xerophilic granules containing lysozyme enzyme and myelo. مثل ما قلنا انه في برو مايلوسايت راح تتميز بالبيزوفيليك سيتوبلازم and xerophilic granules containing lysozyme enzyme and myeloperoxidase انزيمات. هذه هي انزيمة different different promyelocyte active differentiated of genes resulting in the lineage of three type. هذه الثوابت هذه الكاركترستيك هاي الثوابت، لكن هاي الثوابت راح تختلف
هاي ثوابت موجودة فيه، لكن الاختلافات راح يكون وين؟ The different set of genes resulting in the lineage of three type of gliosides. يعني في البيزوفيليك هنا سيتوبلازم ما راح يكون بيزوفيليك، راح يكون ايزينوفيليك سيتوبلازم، وحسب نوع الخلية. لكن الايزينوفيليك راح يكون ثابت، الاسوزايم راح يكون ثابت، مايلوبيروكسيديز راح يكون ثابت. الديفرنت راح يكون حسب السيت اوف جينز، يعني حسب الجينات اللي راح، او خلينا نقول ما يسمى بالاكسبريشن، التعبير الجيني اللي راح ينطينا بالنتيجه 3 تايب اوف جرانولوسايت. هذه الديس نيتروفيليك بيزوفيليك اند ايزينوفيليك ميتا مايلوسايت ماتور وذ فيردر كوندنسيشن اوف ذا نيكولاي. بيفور اوف اتس كومبليت ماتوريشن، بيفور بعد ما يتم عمليه maturation, the neutrophilic granulocyte pass through the intermediate stage اللي هي البندل أو stable cell in which the nucleus large but not yet polymorphic. حد الآن هي not polymorphic، غير متعددة في الأشكال. The vast maturity يعني نقول النسبة العظمى من granulocyte are neutrophil. يعني من بين الثلاثة هي الجرانيولوساي النيتروفيل هي الأكبر راح تكون. And the total time required for the myeloblast to produce mature circulating neutrophil range من 10 إلى 14 يوم تقريبا. النيتروفيل تأخذ وقت أكبر من بقية، اللي راح تحتاج تقريبا 5 mitotic division normally occur during the myeloblast. هنا راح تمر بالمايلوبلاست البروميوبلاست and neutrophilic myeloblast كذلك الميول فروميلوسايت اند نيتروفيليك مايلوسايت ستيج. طيب نشوف هذا المخطط. هذا نفس المخطط هو نفس هذا الخطر القديم الأول، لكن هنا بشكل ثاني. هنا أنا عندنا أيضا شكل للإريثروسايت بريكورسر، هنا هذا ما اللي حكينا عن الجرانيولو بويسيز فورمينج اوف فورميشن اوف جرانيولو بويسيز. هنا طبعا المايلوبلاست مثل ما جاي تلاحظون هو خالي من الجرانيولز اللي نون سايتوبلازم من جرانيولز ما يحتوي على جرانيولز. المرحله الثانيه الازيروفيليك جرانيولز بيجن سكريتد الكولجي ابيريتوس. الكولجي ابيريتوس راح يفرز لنا او يسوي لنا الازيروفيليك granules اللي هي باللون الازرق البلو، بعدين ايضا moderately number of azurophil granules and initially produce production of specific granules in Golgi zone. هنا ايضا راح تجينا بالاضافه للازوروفيليك راح تجينا specific granules اللي هو البينك المتعلقه بكل خليه. هذا اللي ما يسمى بالسكريبشن او الاكسبريشن للام ار ان اي او الجين، ما يسمى بالتعبير الجيني لكل خليه، الى ان نصل الى الميتا مايلوسايت اللي هي abandoned specific granules of and disappears is present sorry azurophilic granules Golgi apparatus. هنا راح يكون عندنا abandoned يعني منتشر specific granules منتشر او نقول ممتلئ بالgranules of disappears dispersed azurophilic granules Golgi apparatus reduced. وبعد ذلك انه راح الديسابير. نشوف هنا ان الكولجي راح يقل او يختفي تقريبا. طيب
عندنا الاجرانيولوسايت، الماتوريشن اوف الاجرانيولوسايت اللي هي خاليه من الجرانيولز اللي متعلقه بما بالتي والبي لوفوسايت والمونوسايت. طيب the monocyte is a committed progenitor cell that is virtually identical to the myeloblasts morphologically. هنا تقريبا راح يكون ايضا further differentiation lead to the pro monocyte a large cell. يعني هنا تكون متميزه عاده بالمايلوبلاست مثل ما شفنا بال راح نرجع الى خططنا القديم. هذا هو المونوسايت ناتج من المايلوبلاست اللي راح نعطينا المونوسايت. Further differentiation الاختلافات او التمايز اللي راح يصير ينتج من البرومونوسايت اللي هي شنو عباره عن لارج سيل حجمها 18 مايكرومتر ان دايمتر وذن بيزوفيليك سايتوبلازم هاي خصائصها هاند لارج سلايتلي ايدنتيت نيوكليوس ايدنتيت يعني مسننه. The chromatin is lossy and nuclei are the evident تكون واضحه. Pro monocyte divide twice as they develop in the monocyte. تمر هنا بمرتين من الانقسام الى ان تصل المونوسايت. Differentiating monocyte contain extensive reticulum of endothelial reticulum and large differentiating monocyte contain extensive endothelial reticulum become endothelium and large collagen complexes forming lysozyme which are observed as fine xerophilic granules and maturity. المونوسايت circulate in blood for several hours تحتاج الى يعني عدة ساعات and enter tissue حيث they mature as a macrophage. راح تخرج المونوسايت الى blood cell تحتاج الى تقريبا عدة ساعات حتى تدخل الى التشو وتكون متمايزة او تكون ناضجة او other phagocytic cell and function for the up to several months وتعمل الى عدة اشهر طويلة الامد تلايد سبان مالته كلش طويل. اذا كل ما هنالك مونوسايت راح تمر تقريبا twice developed او ديفيجن الى ان تصل المونوسايت تحتاج الى عده ساعات او تخرج الى عده ساعات داخل البلد سيركوليشن الى ان تصل الى التشو الى ان تتحول الى ماكروفيج او الى اسماء اخرى داخل الانسجه كفر سيل لانجرهام سيل ودنتريك سيل وغيرها من الاسماء في داخل الانسجه وتاخذ تقريبا ما يقارب عده اشهر في اللايف سبان. اللوفوسايت أو اللوفوسايت بروجينيتر سيل أورجينيت إن ذا بون مورو موجودة وين في البون مورو. سم أوف ذيس لوفوسايت مايجريت تو ذا ثايموس بعض من هذه اللوفوسايت راح يذهب إلى الثايموس حتى يتمايز ويسوي لنا تي لوفوسايت. في النتيجة التي لوفوسايت بوبيليشن سبيسيفيك ريجنز أوف بريفرال لوفويد أورجان وبالنتيجة راح تذهب إلى specific regions اللي متعلقة بها بالأعضاء اللمفية المحيطية. Other bone marrow lymphocytes differentiate into the bone إذا B lymphocytes in the bone marrow. الأخرى لا راح تتحول إما إلى B lymphocytes and then migrate to the peripheral lymphoid organ مثل T lymphocytes أيضا راح تذهب إما إلى peripheral lymphoid organ where they inhibits multiply within their own niches. طيب the first identifiable first يعني القابل للتمايز progenitor of lymphoid cell in the lymphoid blast a large cell capable of division to لا عملية identical أو identifiable progenitor of lymphoid cell is بدايته راح يكون لينفوبلاست. من اللينفوبلاست راح هي عبارة عن كريات كبيرة تمر مرحلتين من الثلاثة إلى 3 times of form lymphocyte
از نفوز هاي ديفلوب دير نيكولياي بيكم سمولر، راح تمر بتغيرات اللي هي النيكولياي بيكم سمولر، نيوكليويد راح تكون less visible، اقل يعني وضوحا، and the cell decrease in size، كذلك الخلية راح تقل في صورة عامة. In the bone marrow and the thymus, this cell in the bone marrow and bone marrow and the thymus, this cell synthesizes the specific cell surface protein that characterize the anti lymphocyte response respectively. يعني هناك اكو عندنا بروتينات راح تصنع وهي مميزة ل راح يعني تكون متواجدة على اسطح الخلايا البي والتي سيل، وحتى تعطيها هذه التسمية او هذه المميز التمايز لكل خلية. Mature and functionally active B and T cell are generally larger than newly formed lymphocytes. معنى انه الخلايا اللي هي تكون اكتف وظيفيا وتكون ناضجة تكون اكبر بالنسبة يعني البي لمفوسايت، اكبر مما لو لاحظناها في newly formed lymphocytes، يعني من الخلايا المولدة الاولى. نشوف هنا انا انه موجودة، طبعا هنا هاي مثل ما جاي تلاحظون ستيم سيل لمفويد بروجينيتر، قسم من عندها راح يروح الى الثايموس حتى يكتسب يعني خصائص التي لمفوسايت، وبعضها راح يروح المن الى راح يبقى بالبون مورو، وبالنتيجة اثنيناتهم راح يرحل الى البي سيل، بي سيل والتي سيل الى الليمفويد نود اللي هي الاورجينيتد جينيتر سايت للخلايا. من البي واللي لمفوسايت هنا مثل ما جاي تلاحظون. اوكي، اذا هاي العباره مثل ما قلنا لكم نيولي فورم لمفوسايت لارجر ذان نيولي فورم. طيب نيجي للبليتليت اللي هو الموضوع الاخير، اورجينيت اورجين اوف بليتليت ذا ممبرين ان كلوز سيل فراجمنت كولد بليتليت، يعني الاجزاء او الخلايا اللي تكون عاده تكون قريبه جدا من الممبرين، حتى اذا كان اكو في الجرح او في الشي راح يسوي لنا ثرومبوسيس اور ثرومبوسايت اورجينيت ان ذا ريد بون مورو باي ديسوشيتنج فور ذا ماتشور ميجا كاريو سايت، اللي هي اصل هذه الخليه او هذه البليتليت هي الميجا كاريو سايت، ميجا كاريو سايت اللي هي البيج نيوكليوس، الميجا يعني الكبيرة، الكاريوسايت اللي هي نيوكليوس which in turn differentiated from the mega karyoblast in the process driven by the thrombopoietin، هذا الانزيم process driven by the thrombopoietin. The mega karyoblast اللي هي خلينا نقول هاي البريكورسر has a large of void of kidney shaped nucleus، هذا من خصائص هذا البريكوكاريوبلاست ميجا كاريوبلاست انه لارج تحتوي على لارج نيوكليوس شكلها شكل الكدني او دائريه، عاده او غالبا ما تكون سيفرال سمول نيوكلياي، ممكن سيفرال سمول نيوكلياي. طيب بيفور ديفرنشيتنج ذيس سيل اندر جو اندوميتوسيس، راح تمر بعده انقسامات وذ ريبيتد راوند اوف دي ان اي ريبليكيشن، كذلك عمليه تكاثر للدي ان اي not separated by the cell division resulting in nucleus that's highly polyploid. يعني هنا راح يكون عملية مضاعفة than a normal diploid cell، يعني هنا عملية مضاعفة راح، هاي التغيرات اللي راح تحدث لهذه الخلية. هنا راح تكون has a large of void or kidney shaped nucleus، هاي وحدة غالبا تكون مع several small nuclei، أنوية متعددة لكنها قليلة صغيرة. Before differentiating قبل عملية التمايز this cell undergo endomitosis، راح هناك راح يصير عندنا شنو عملية انقسامات داخلية endomitosis أو تغيرات داخلية.
شنو هي الدخل؟ ريبيتد راوند اوف دي ان اي ريبليكيشن، متعدد، يعني راح تكون هناك متكرره من الريبليكيشن للدي ان اي، غير منتشره باي سيل ديفيجن. طيب بعد resulting in nucleus that is highly polyfluid، يعني يعني نقول polyfluid يعني يعني متعددة التصبيغ أو كثيفة عادة، يعني من 64 إلى 30 مرة more DNA than the normal diploid cell. زين لو قارناها بالنورمال سيل، the cytoplasm of this cell is حيكون هنا متجانس، cytoplasm and highly basophilic، basophilic قاعدي. Are megakaryocytes are giant cell with large irregularly lobulated polyploid nucleus. يعني هنا راح تكون خلية كبيرة مع irregularly lobulated نيوكلياي، راح تكون مالتها مفصصة، كورس الكروماتين هنا راح يكون الكروماتين عادة، يعني هنا المضاعف البوليبلويد مضاعف مع صبغات خشنة يعني كثيفة and no visible nuclei. Their cytoplasm contain numerous mitochondria. الميتوكوندريا راح تكون موجودة. Well developed of RER reticular endothelial reticulum and an extensive Golgi apparatus from which arise of conspicuous specific granules of platelets. Then they are widely scattered of marrow. راح تكون منتشرة بصورة كبيرة. Typically near sinusoidal capillary، قريبا من الكابيلاري، to form platelets. Megakaryocytes هذه راح تكون extend several long branching process called proplatelet، مثل ما جاي لاحظ هنا نفسها عندنا هذه الصورة. هذه هي الميجاكاريوسايت، تكون كبيرة، نواتها تكون مفصصة عادة، تحتوي على أنوية، أو تحتوي على جرانيولوسايت، وتحتوي على هذه البروزات اللي بالنتيجة راح تكون هي مصدر لإعطاء البروبليتليت، والنتيجة إلى تمايزها إلى البليتليت. كورس كروماتين جنك اكستنسيف ارايت سبيسيفيك جرانيولز اوف بليتليت دي ار وايدلي سكاترد ان مورو، تيبيكالي راح تكون منتشره بصوره كبيره في البون مورو، تيبيكالي نير تكون حتى قريبة من السينوسوديال كابيلاري، تو فورم بليتليت. ميكاكاريوسايت اكستند سيفرال لونج برانشينج، هاي الفروعات مالتها بروسيس فوريسز كولد بروب بليتليت. دي سيلولار اكستنشن، هذه الامتدادات الخلوية بينتريت ذا سينوسويد اندوثيليوم، راح هذه الجيوب الطلائية اند ارك اكسبوزد ان ذا سيركوليتنج بلود، ممتدة إلى داخل الدم of the sinusoid. Internally, proplatelets have the framework of actin filaments and closely bundled. يعني هنا شو يصير عندنا؟ Internally راح هذه البروبلات هاف شبكة من الاكتين فيلمنت، خيوط الاكتين اند لوسلي بندل ميكست بولاريتي مايكرو تيوبول الونج وذ ذا ممبرين فيزيكلز. معناته هنا راح تكون عملية تكوين الفيزيكلز بواسطة وجود الاكتين فيلمنت وال البولاريتي مايكرو تيوبولز، راح تتحول علما الى فيزيكلز، وبالنتيجة انه راح يعطينا specific granule are transported. هاي يعني بالنتيجة اللي هاي الـ granules are transported a loop microtubule form teardrop shaped. هنا هاي كلها عبارة عن مراحل لإنتاج هاي البليتليت، يعني راح يمر physicals يعني microtubule بعدين which membrane physicals and specific granules are transported، تنتقل كلوب مايكروتيوبلو فورم تير دروب شيب، تتحول الى تير دروب شيب، انلارجمنت ات ذا ديستال اند اوف ذا
بليتس. يمر بهذا البروز اللي يمتد إلى داخل الكابيلاري بهذه الأشكال وهذه المراحل إلى أن distal end of the proplatelet and cytoplasm within these loops in the bunched of the four platelets within their characteristic migrates marginal bundles of microtubule vesicles and granules. اللي راح تحتوي أيضا على مجموعة من التفاصيل في vesicles and granules. فبالنسبة للبليتليت أيضا راح تمر بعدد من التغيرات الداخلية كذلك، ومؤدية إلى تكوين المايكرو كاريوبلاست اللي راح تنطينا البليتليت. مثل ما قلنا هنا انه راح تمر هذه البروزات اللي راح تدخل داخل الكابيلاري تمر بعدة أشكال، وهذه الأشكال بالنتيجة راح تنطينا البليتليت. أتمنى أنه قد وصلت فد يعني أغلب المعلومات لكم. أي سؤال أي تفصيلة يعني أنا حاضر لكل شيء. طلاب أقرأ المحاضرة وأي شيء ما فاهمي أنا حاضر إن شاء الله. كل التوفيق لكم، وأعتذر على تأخير المحاضرة بسبب بعض الظروف. إن شاء الله كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.